اليوم للتحقيق التفصيلي وتكون المواجهة، ولكن ارتأى نظر السيد قاضي التحقيق على أساس أنه غيكون الاستماع اليوم للمتهمين ستة، اللي هو ستة في حالة اعتقال وجوج في حالة صراح، هي ثمانية في المجموع. وإلى حدود هذه اللحظة وصل عدد المعتقلين في هذه القضية هذه بما يعرف بقضية جاك بوتي ومن معه، اللي طالب السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف باش يدار إجراء في التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية في حقهم من أجل جرائم الاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاعتداء واستغلال ديال العاملات في نطاق العمل والاستقواء عليهم. هذه كل أمور اللي كينظمها القانون الجنائي. وكما كتعلموا كما بلغناكم في ذلك سواء في الندوة الصحفية الأولى أو الثانية، على أنه السلطات القضائية على مستوى النيابة العامة لدى هذه المحكمة تعاملت بشكل إيجابي وفعال وسريع مع الشكايات التي قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في شخص دفاعها من زميلات وزملاء اللي قدموا هذه الشكاية. والسيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة مشكور حال القضية على الشرطة القضائية التي تعاملت باحترافية عالية وبسرعة يعني في المستوى المهني الاحترافي، مشكورة هي على ذلك، وعملت على تقديم كل الأدلة من خلال القرائن والحجج. وطالب السيد الوكيل العام بإجراء التحقيق. بقى خصني نذكر بواحد القضية لازم ما نأكد عليها، وهو أنه أثناء البحث اللي كانت كتشرف عليه الضابطة القضائية بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، اتصلت إحدى المتهمات الآلي على ذمة هذه القضية ومعتقلة بإحدى الضحايا وأرادت المساومة ديالها. كتقول لها أجي نعطيوك نعاونوك وخصك تنازلي وما عرفتها شنو وما تمشيش عند البوليس وما تمشيش عند الوكيل العام. بلغتنا بهذه الوقائع المشتكية وبلغنا السيد الوكيل العام في حينه بهذه المعطيات اللي نقلها للضابطة القضائية واللي عملت على توقيف وإيقاف اللي السيدة اللي كانت كتساوم في حالة التلبس، وهذا يحسب لهذا العمل القضائي والبحث الضبطي اللي قامت به الضابطة القضائية، وشي اللي كيأكد على أن فعلا هذه عصابة إجرامية يعني كيسير جاك بوتي من فرنسا في المغرب، واللي هو صرح مرارا وتكرارا على أنه قادر في المملكة المغربية يشري كل شيء، ولكن ثبت أن الزمن كما كنت كنقول دائما كشف على أنه القضاء ولا المؤسسات الأمنية ولا غيرها من أشرفوا على البحث ولا التحقيق كانوا في مستوى اللحظة باش يأكدوا أنه المغرب في دولة الحق والقانون، في دولة المؤسسات، ما يمكن لا المول المال ولا من غير المول المال يشري المؤسسات من أجل استغلال شباب أو شابات جنسيا من أجل إشباع نزواته، وهو عنده زعما كيملك واحد العدد ديال الأمور. قاضي التحقيق اليوم قرر باش يأخر الملف بالنسبة للضحايا 14 ويستمع للمتهمين الان الجديد اللي غادي نقولوا حصري للمواقع اللي حاضره اليوم وامام هذه المحكمه، هو اننا طلبنا كدفاع من السيد قاضي التحقيق باش يسلك المسطره ديال الانتداب القضائي الدولي انطلاقا من الاتفاقيه اللي كتنظم التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ويكون انتداب من أجل الاستماع إلى جاك بوتي فوق تراب الجمهورية الفرنسية طبقا للنصوص وطبقا للأمور اللي بسطناها في الملتمس ديالنا كدفاع. هذا الملتمس الأول اللي قدمناه كتابة بعد ما تنصبنا كمطالبين بالحق المدني. الملتمس الثاني اللي قدمناه كذلك السيد قاضي التحقيق، وهو المتعلق وعلى إثر ما يتعرض له هاد المشتكيات والشهود من ضغوط ومن توظيف
للمال من أجل حثهن وحثهم على التراجع عن تصريحاتهم وعدم الإدلاء بشهادتهم، أطلبنا منهم، أطلب من القاضي التحقيق باش يمتعهم بالحماية القانونية اللي كيعطيها لهم المشرع في نطار الأحكام اللي كتنظم القانون ديال الاتجار بالبشر، وفي نطاق ما تنظمه الأحكام ديال القانون المسطرة الجنائية. هذا هو اللي كاين الآن، يتم في هذه اللحظات الاستماع للمتهمين. بالنسبة لنا احنا دفاع المطالبين بالحق المدني ولا الضحايا، سيتم الاستماع إليهم يوم 14، وأي جديد إن شاء الله سيكون موضوع بلاغ صادر عن الجمعية وعن دفاعها اللي كاينوا في هذه المسألة هذه بتكليفهم هذه الضحايا اللي بغيت نأكد عليهم. وبغيت نشكر الإعلام وبغيت نشكر كل المتضامنين من فنانة وفنانين وصحفيين وناس مفكرين ومجموعة من الشخصيات، وكنتمنى من يقولون بالانتقادات للعمل القضائي والعمل ديال أن تحظى هذه الملفات بعناية خاصة في تقاريرهم، ولا تكون انتقائية إلا لبعض الملفات. إذن هذه ملفات اليوم كتلزم علينا أولا كدفاع، كحقوقيين، كمجتمع مدني، كصحافة، نعطيها أهمية خاصة، خاصة اليوم هنالك نقاش عمومي حول حماية المرأة، حماية النساء خاصة من التحرش الجنسي والاعتداء عليهن من طرف بعض الأشخاص اللي ما بغاوش يسيروا الركب في القوانين اللي صدرتها الدولة، وخصنا كذلك نعملوا كاملين على تجويد القوانين والضمانات باش كل مرأة تعرضت للتحرش ولا كل امرأة تعرضت للاتجار بالبشر أو اغتصاب وشيء من القبيل، هذا الخجل وهذا ما تفرضه المنظومة الثقافية والفكرية والنمط الثقافي ديال المجتمع ديالنا نتحرروا منه، ولازم من أن مرتكبي هذه الأفعال ينالوا العقاب ديالهم، والعقاب خصو يكون يعني بصرامة. لست من المتشددين في هذه النقطة، ولكن لما أقول بصرامة حتى يكون عبرة لمن يعتبر في المجتمع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.